سيد محمد أحمد وسيدي محمد، أتشرف بأن أسلمكم ميدالية فارس من نظام الاستحقاق الوطني، تسلمت السفارة من لدن السلطات العليا في البلد. شكرا. هنيئا. شكرا شكرا هنيئا سعادة السفير. من دوري أنا أشكر أيضا الحكومة الموريتانية وفخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني وزير الخارجية على اختيارنا وتقديم هذه ميدالية التكريم اللي تفضل بها. أشكر سعادة السفير وطاقم السفارة كله